الكلمة. انت كتبت ايش؟ تمام. يعني شيء مفتوح هذا اللي يقعدون نعم. هذا ايش اسمه الشيخ؟ والله ما اعرف ابو علي تايم. ساعدني انا تعال القي. جزاك الله خير. موعدنا الخميس ان شاء الله. ها ما شاء الله. ايه لا تقريبا 120 صحيح؟ هو الوحيد اللي شغال خلاص. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة ليلة الثلاثاء 18 من شهر صفر لسنة 1439 الهجري الموافق 6/11/2017 كلمة لفضيلة الشيخ هيثم بن محمد سرحان عن النصيحة، فليتفضل مشكور. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا يعني أخواننا، أنا والله لست يعني بذاك اللي ألقي كلمة وكذا، لكن يعني الإخوان أصروا على أن تكون يعني كلمة موجزة، وأتمنى أن تسمحوا لي وتعذروني يعني في إلقاء الكلمة، لأن الأخ شيبان له حق عندنا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كان يقول للطلاب، كان يقول لهم أنا مقصر في أمر معكم، يعني مع الطلاب. ما هو الأمر؟ يقول الأمر أن الشيخ يريد يتابع الطلاب في العمل بالعلم بعد أن يخرجوا من عند الشيخ، يعني يريد يتابعهم في الشارع، في السوق، في بيوتهم، في كذا، يتابعهم على العمل. لأن هذا أخواننا يعني هو الإشكال عندنا، أكثر ما يكون إشكال في التعامل. والناظر في يعني سيرة السلف الصالح، يعني أكثر ما يؤثر خاصة في الدعوة بسبب التعامل. وأنا يعني أكثر من أسأل في أوروبا في كذا من ألقاهم ما هو سبب الإسلام، يقول التعامل. حتى أن يعني يهودي ركب الحافلة في فرنسا، السائق مسلم من دول المغرب العربي، يعني حتى تكون مفتوحة، يعني دول المغرب العربي تشمل ليبيا والجزائر والمغرب وتونس. فركب الحافلة هذا اليهودي ودفع ضعف الأجرة، يعني الأصل أن يدفع مثلا 5 أورو، هو دفع 10 أورو وجلس. أخذ السائق يفكر، هل أعطي هذا اليهود الزيادة أو لا؟ هل أسرق؟ يقول لا، عندنا يقال إذا سرقت سرق جمل، وأسرق 5 أورو يعني ليست بشيء. فالمهم متردد، يعني يأخذ لا يأخذ، حتى أراد هذا اليهود النزول، قال والله ما أسرق 5 أورو. فقال هذا اليهود تعال خذ الزيادة. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الساق استغرب، قال سبحان الله، لماذا الآن أسلمت؟ لماذا؟ قال أنا
لي زمن أبحث عن أمانة أهل الإسلام والحمد لله وجدتها فيك. يقول السائق في نفسه يقول أنا أقول لو تعرف ما في نفسي لماذا يعني دفعت لك هذا. يا أخواننا الله سبحانه وتعالى يقول إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة يعني إماما يقتدى به. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ذكر هذا أن الموحد لابد له من الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة يعني إماما يقتدى به. فأنت الآن والله يعني تمثل الإسلام وداعي إلى الله شئت أم أبيت. يعني كل واحد منا عندما يمشي عندما يتكلم عندما يتعامل عندما يصنع 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 هو في الحقيقة يمثل الإسلام ولا شك. ولا يؤتى الإسلام من قبلك لأنه قد يأتي بعض الناس ويتكلم. وإحنا نسمع الكلام الكثير عمن يتكلم عن الدعوة السلفية. فلماذا أخواننا يعني ما نطبق ونعمل أكثر مما نعمل نحن اليوم؟ أنا يعني لا أقول عن نفسي أنا مقصر أكثر منكم لكن لابد أخواننا نتعاون نزيد في كل يوم. الحمد لله الدروس موجودة المحاضرات الآن عبر الأجهزة هذه التواصل كذا كذا من يعني حتى يقول البعض توفرت لنا اليوم والله أسبابا لم تتوفر للإمام أحمد رحمه الله لكن لن تجد مثل أحمد في هذه الأيام والله أعلم بسبب الإخلاص. فأمور كثيرة يعني توفرت لنا نستطيع أن ندعو فيها إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أرى أحيانا والله يعني البعض لا يدخل إلى المسجد حتى تقام الصلاة يتعمد هذا يتعمد أنه لا يدخل إلى المسجد حتى تقام الصلاة. لماذا؟ حتى لا يؤم الناس. ثم عندما يتقدم أحد يعني من الفرق الضالة أو إنسان لا يحسن قراءة الفاتحة مثلا بعد الصلاة يبدأ يتكلم ويتكلم ويتكلم. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول ما يحدث عند بعض الناس في هذه الأيام كثير. يعني عندما نكون مثلا في سفر ايش نصنع عندما تقام الصلاة؟ تفضل 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 صحيح. هذا اللي يحدث الآن هذا مخالف للسنة. قال عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذا كنت تعلم أنك أقرأ القوم تتقدم ولا تكلم أحد. ولهذا عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه لم يبالي بأحد صعد المنبر. قد يقال ويقال ويقال عنه يريد لم يبالي أنه لأن الصديق رضي الله عنه يعلم أن هذا الموضع لابد فيه من القيام لابد أن يقوم فقام. فأخواننا يعني من يعني يسير على هذا الطريق الدعوة السلفية أخواننا هل يعقل أننا يعني نتقاعس نتأخر نترك المجال؟ والله ما يمكن أخواننا. لا تفتي نعم لا تفتي لكن الذي يعني تثق فيه 100% ولا تشك فيه 1% يا أخي علموا الناس تقدموا المساجد المحاضرات الخطب الدروس. تشك في التوحيد؟ لا. إذن لماذا لا نعلم الناس التوحيد؟ يا أخواننا هرقل سأل أبو سفيان رضي الله عنه قال له سأل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يزيدون؟ قال نعم. فإذا كنا نحن في هذه الأيام لا نزيد والله أعلم هذا معناه أن لسنا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. السلفية ليست كلمة تقال باللسان لابد يصدقها العمل يا أخواننا.
وكل يعني لا يلزم أن الكل يكون دعاء. هذا داعية وهذا مثلا يأتي بالكتب والطباعة، هذا يصنع كذا، هذا يصنع كذا، يصنع كذا. بهذه الطريقة يعني تسير السفينة. أما الدعوة السلفية لا تنتشر، هناك من يتكلم مثلا على السلفية وكذا ونحن نسكت، لا ما يمكن. فلا بد إخواننا أن نقوم نتعاون نكثر سواد النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. حياكم الله. ما شاء الله. كيف الحال؟ حياك الله. الله يكرمك. الله يعزك. الله بارك. بارك الله فيكم. الله يرحمه. كيف حالكم؟ كيف حالكم شيخ؟ وشو صحتك؟ خير. كلكم بخير. خير. الحمد لله. الله يجزاكم. والمشايخ كلهم بخير. في نعمة. الله يعزكم. كيف صحتك؟ الله يكرمك. خير. الله يكرمك. الله يجزاكم خير. بارك الله. ما شاء الله. مرحبا. حياكم الله. حياكم الله. مساكم الله بالخير جميعا. حياكم الله شيخ. وشلون؟ كيف حالكم؟ وشو صحتك؟ خير ونعم الحمد لله. الله. الله يبارك فيك. بارك الله يجزاك خير. الله يحفظك. الله يعزك ويبارك فيك. الله يحفظك. كلمة عندك. استغفر الله. جايين نسمع عن شيء تعبان والله حد يعلم الله. أنا من الصبح. الدروس موقفينها وكل شيء موقفين. لي 4-5 أيام بحلشنا هذه. الله المستعان. اي والله الحمد لله، لكن ان شاء الله اخذت حقها. الحمد لله. الحمد لله. الله يكرمك. تفضل يا شيخ. تفضل. بارك الله فيك. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل ما بدأنا فيه. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى عندما يعني كان في الصغر يقول لي بن يعني عاصر الشيخ في صغري، يقول كنا نلعب الكرة ويمر بنا الشيخ محمد، يقول نناديه يا محمد تعال العب معنا، يقول هو يضع الكتاب على صدري، يقول إن شاء الله إن شاء الله وما يأتي. البعض يظن يعني هؤلاء يعني بلغوا ما بلغوا في العلم ونحسبهم الله حسيبهم أنهم يعني حصلوا الدنيا والآخرة، يظن البعض أن هؤلاء حصلوا ما حصلوا بالكسل يعني قد جاء العلم هكذا. لأن البعض ترى يظن أن يعني مثلا المدينة مثل الجهاز، يدخل من هنا جاهل يخرج من هنا عالم، ولا يدري أن المدينة قد خرج من المدينة نسأل العافية والسلام من هو من المنافقين. اسأل من شئت عن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، هل رأى أحد الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ولحيته سوداء؟ يقول لا، ما عرف الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إلا بعد أن شاب. درس الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كان يحضر طالب أو طالبين قرابة 23 سنة إلى 25 سنة، والشيخ على جلد يأتي. يقول عندما زاد العدد إلى 2000 نشاط الشيخ واحد، إلقاء الشيخ واحد، يدل على ماذا؟ يدل على الإخلاص. يعني ما أراد أن يحضر 10-20-30-100-1000، لا والله. يعني حتى أحيانا تقول يعني سبحان الله، يعني هذا عالم كذا هيئة كبار العلماء. يأتي الشيخ من القصيم بالطائرة للعمرة، أول ما ينزل إلى جدة من المطار إلى المسجد في جدة، تعرف الآن مجرد ما تصل إلى جدة تبحث عن أي وسيلة
تدخل مكة وتنتهي من العمرة صحيح، وتنزع الإحرام، هذا ينزل ويلقي كلمة، يذهب إلى مكة كلمة، ينتهي من العمرة وهو في العمرة يتكلم وينصح ويعظ، يرجع في اليوم الثاني إلى أن يرجع القسيم وهو يدرس. العشر الأواخر أمر عجب والله إخواننا، في العشر الأواخر ترى نشاط من الشيخ شيء عجب. الدرس من بعد الفجر إلى بعد الإشراق، والدرس تقريبا فيه ثلاث كتب أو بعض النشاطات. العجيب أننا ننتقد على الفرق الضالة كالتبليغ مثلا، ونقول فيهم وفيهم وفيهم، طيب ماذا صنعنا نحن إخواننا؟ لابد نسد هذه الثغرة، نسد هذا الفراغ. لا يأتي من يقول والله أنتم ليس لديكم عمل، أنتم لديكم ليس لديكم كذا، ليس لديكم. لا، لو ينظر البعض مثلا، البعض يقول أنا أحب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأتمنى أكون مثل شيخ الإسلام. طيب اقرأ في سيرة الرجل، يعني كان يطالع في تفسير الآية الواحدة أكثر من 100 مرجع في الآية الواحدة يراجعها، ولهذا يعني قالوا عنه كل حديث لا يعرف شيخ الإسلام فليس بحديث. الشيخ بن الألباني رحمه الله إمام محدث وقف على كلمة واحدة لشيخ الإسلام، ضعف فيها حديث، قال ضعيف. الشيخ وقف عند هذه الكلمة وأخذ يبحث 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 إلى أن توصل إلى ما جاء عن شيخ الإسلام، إلى أن هذا الحديث ضعيف، لأنه يعرف علم وقيمة هذا الرجل. إخواننا الجلد مثلا، أزمة الخليج عندنا، أزمة الخليج أخرجوا لنا حديث، المهم بعض الفرق، الحديث هذا عزوه إلى تاريخ ابن عساكر، في هذا الوقت تاريخ ابن عساكر مخطوط لم يطبع بعد. عند علماء الحديث أي حديث يعزى إلى كتب التاريخ الغالب أنه ضعيف. الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ما قال أن الحديث ضعيف وعزوا لتاريخ ابن عساكر وأعطونا الموضع، لا، رجع إلى المخطوطة وأخذ يقرأ في المخطوطة، والله المخطوطة مصورة، كانت مصورة على الأوراق هذه الأيفور، وأخذ يقرأ المجلد الأول، مجلد الثاني، مجلد